عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكم مرة تانية. خلونا نروح على مقر النادي الأهلي في الجزيرة، حيث تتواجد زميلتنا العزيزة روزان نصر اللي مشكورة هتعرفنا على آخر الأخبار والمستجدات. يا روزان صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من مقر النادي الأهلي في الجزيرة. طبعا هكون موجودة معاكم لنقل آخر الأخبار أكيد، سواء في الألعاب الأخرى أو كرة القدم، وهنبدأ أكيد طبعا بكرة القدم تحت قيادة مستر مارسيل كولر، اللي يعني النهاردة الميران هيكون في الساعة 4 عصرا استعدادا أكيد لملاقاة الترجي التونسي في مباراة يعني الذهاب. من المقرر كمان النهاردة هيكون في محاضرة مطولة للحديث اكيد عن مباراه الترجي يعني الاولى وبعض ملاحظاته يعني وطريقه لعب المنافس خارج الارض. كمان يعني المباراه هتكون ما بين الاهلي والترجي يعني يوم الجمعه 19 مايو في تمام الساعه 10 مساء، كمان هتكون على ملعب القاهره الدولي، ويعني في المباراه النهائيه طبعا هيلتقي الفائز من مباراه الاهلي والترجي مع الفائز من مباراه الوداد المغربي وسان داونز. اكيد بنتمنى كل التوفيق والفوز للنادي الأهلي في مباراة الترجي وأكيد كمان في المباراة النهائية. نروح بقى لسلسلة من الانتصارات الحقيقة، وبعد تتويج سيدات سلة الأهلي ببطولة دوري السوبر سيدات، كمان رجال سلة الأهلي بيهزموا الاتحاد السكندري ويتوجوا أيضا بدوري يعني سوبر السلة. حققوا طبعا الفوز بنتيجة 72-70 في مباراة الأمس في رابع مباريات نهائي دوري السوبر لحسم لقب هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي. يعني الحقيقة موسم قوي جدا كمان لرجال السلة، اللي الحقيقة من أول الموسم مقدمين يعني نتائج قوية جدا. كمان بنتمنى لهم كل التوفيق وبنقول لهم ألف مبروك. سيدات يد الأهلي بيتأهلوا إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد. نجح طبعا الفريق الأول لكرة اليد سيدات في الفوز على نظيره مكنين التونسي في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية. كانت المباراة على صالة الأمير فيصل بمقر النادي هنا بالجزيرة، وفاز بنتيجة 31-22، وبهذه طبعا النتيجة تأهل سيدات النادي الأهلي لكرة اليد بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية. وكمان بنتمنى لهم كل التوفيق ويحققوا لقب البطولة دي. أخيرا بقى كمان رجال اليد إلى نصف نهائي إفريقيا بالفوز على كينشاسا. فاز فريق الأهلي لكرة اليد على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45-23 ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة، وبيلعب يعني ضد رجاء أغادير المغربي، وهتقام مباريات نصف النهائي يوم 17 مايو الجاري. كمان كل التوفيق لرجال اليد. يعني خليني سريعا كمان أنقل لكم الأجواء هنا في النادي. الحقيقة أن درجة الحرارة النهاردة جيدة جدا، مشجعة جدا للنزول. النهاردة الأعضاء موجودين بشكل متزايد جدا وفي تزايد مستمر، منهم طبعا بيتناولوا وجبة الإفطار، منهم يعني موجودين عائلة علشان يعني أولادهم يروحوا التمرين. يعني خلينا أقول الأجواء هنا ممتعة جدا في النادي، والحقيقة يعني أنا كمان بحب الصيف، فبالنسبة لي الجو ده مثالي جدا. طبعا دي كل الأخبار وأبرز الأخبار اللي معايا هنا من نادي الأهلي مقر فرع الجزيرة. بشكركم وعودة لكم مرة ثانية. احنا بنشكرك شكر جزيل زميلتنا العزيزة روزان نصر على هذه التغطية الوافية كالعادة.